يقول السائل: هل يجوز التبرع بالأعضاء لشخص مريض محتاج؟ وإن لم يتبرع له فإنه قد يموت بسبب ذلك؟ نعم، يجوز التبرع بالعضو بشرطين. الشرط الأول أن يكون المتبرع به لا يؤثر عليه أخذه منه، لا يؤثر عليه أخذه منه. الشرط الثاني أن يكون المتبرع له ينتفع بهذا الشيء، يجوز هذا. نعم.